بمناسبة احنا بنتكلم 14/2، بس انا هرجع زي النهاردة ليه. عام 2005 كان رحيل البطل فعلا كابتن ثابت البطل، وهو واحد من احسن حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية عن جدارة، وكمان كان من انجح مديري الكرة في تاريخ النادي الاهلي. يعني بجد اسم كبير جدا، تاريخ كبير جدا، شخصية قوية جدا، بس محبوبة جدا، وقدم كتير كتير للنادي الاهلي. يعني انا فاكره وقت ما كان كمان مدير كرة، من البطولات اللي تم انجازها كان 6 مرات للدوري. وقت ما كان حارس مرمى وغيره طبعا. ما اقولكيش على ثابت طبعًا. البطل الى اي درجه كان رحمه الله عليه فعلا ثابت وفعلا بطل فعلا ومات صغير يا كريم، 51 سنه. يعني برضو 51 سنه صغير طبعا، لا صغير جدا كمان. على كل حال خلينا نروح مع حضراتكم، احنا حضرنا تقرير، خلينا نرجع كده ونتذكر كابتن ثابت البطل ونرجع نكمل. ثابت البطل هو الاسم الذي تسمعه فترى أمامك صورة تجسد الانتماء والرجولة والإخلاص وكل المعاني النبيلة التي عرفتها ملاعب كرة القدم. ولد ثابت البطل في 16 سبتمبر عام 1953 بمدينة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، وانضم البطل للفريق الأول بالأهلي عام 1974 وحتى إعلانه الاعتزال عام 1991. لم يعرف سوى قميص المارد الأحمر والذود عن مرماه بكل بسالة. حقق ثابت البطل بطولات متنوعة مع النادي الأهلي الذي لعب له 225 مباراة، منها بطولة الدوري المصري 11 مرة، كأس مصر 6 مرات، كأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 3 مرات، الكأس الأفرو أسيوية 1 مرة. أما على الصعيد الدولي فتوج مع منتخب مصر الأول بكأس الأمم الإفريقية عام 1986 وصعود لنهائيات كأس العالم بإيطاليا عام 1990، وساهم في صعود منتخب مصر للأولمبياد 2 مرات في عامي 1980 و1984، وفي رصيده 60 مباراة دولية. تولى البطل منصب مدير الكرة بالأهلي 2، الأولى في التسعينيات والثانية مع بداية الألفية. كما عمل مدرباً لحراس المرمى في نادي بني ياس الإماراتي ومديراً للكرة بنادي الاتحاد الليبي. وتواصلت رحلة البطولات مديراً للكرة مع الأهلي، منها 6 بطولات للدوري الممتاز وكأس مصر 1 مرة والبطولة العربية للأندية أبطال الدوري 2 مرات وكأس السوبر العربي 2 مرات. عاش ثابتاً ومات بطلاً، كان مثالاً ناجحاً يحتذى به في الإخلاص والنجاح مع النادي الأهلي. ستظل في قلوبنا بطلاً يا ثابت. رحمة الله على كابتن ثابت البطل، الحقيقة من أساطير كرة القدم وحراسة المرمى، مش بس على مستوى النادي الأهلي، لا بنتكلم على مستوى الشرق الأوسط كله وإفريقيا بالكامل الحقيقة، رحمة الله عليه.